تمر الكرة ولا تعبر الدفاع ثم الانطلاقة. محيوس ما فيش وضعية تسلل هذه المرة. هل يغير؟ يسدد، يفضل يسدد. ممتازة من هذه اللقطة الممتازة المقوسة كما ينبغي من محيوس، والحارس رحماني يتعلق، وضعها في الزاوية الصعبة، ولكن المتابعة من رحماني الشمسي. عدم الاحتكاك ثم كرة مرفوعة، ابعد سيني الكرة، ما لحقش عليها، ما لحقش عليها، يطوى لكن كرة ضائعة من الدفاع، كاد يلحق على المكان المناسب في الوقت اللي بالجلال يرفع كرة رأسية أرونا بعيدة عن الإطار. رأسية أرونا ضرب كرة بعيدة كل لعناصر فريق أمل الشباب قسنطينة لمنطقة الحارس بوفناش. كرة مرفوعة، رأسية اللعب جانبية، جانبية وركنية أخرى، الحكم يقول كان جانبية رأسية، لعب المس الكرة، هاي الكرة الإعادة مرة أخرى، والحارس هو اللي أنا تعود ترجع للعمري يسد عليه. هل سيسد؟ يسد، ممتازة، كرة ضائعة، وعلى مرتين الحارس بوفناش، على مرتين الحارس بوفناش هنا يتألق أمام اللاعب جعبوط، ضاعت منه الكرة في المرة الأولى. سنشاهد السديدة هذه من بوفناش في المرة الأولى، الحق عليها جعبوط ولكن كرة طويلة، والحكم بوكواسا يعلن عن نهاية المباراة بتعادل فريقين شباب قسنطينة وأمل عين مليلة.